أسدل الستار على البطولة الإفريقية لركوب الموج والتي احتضنتها أمواج شاطئ تغزوت شمال أكادير، وتوج الرياضيون المغاربة ذكوراً وإناثاً بمختلف فئاتهم بالنسخة الأولى لهذه البطولة التي نظمتها الكونفدرالية الإفريقية لركوب الموج والجامعة الملكية المغربية لركوب الموج. كان نجاح كبير لا على مستوى التنظيم ولا على مستوى يعني النتائج، بحيث ان المغرب فاز يعني بجل المراتب الاولى ديال هذه المنافسه. سعيد جدا بهذا الفوز، واتمنى فوز مغربي اخر السنه القادمه في صنفي الذكور والاناث. سعيد بمشاركتي وبتمثيل بلدي، وسعيد أيضا بحصولي على المركز الأول، وبالنسبة للتنظيم كان جيدا جدا. وتألق اللاعبات المغربيات في هذه التظاهرة كان واضحا أيضا. فرحانة بزاف ربحت ليديسيون هادي، وإن شاء الله نديرو بزاف ديال لي كومبيتيسيون ونديرو لي ميور ريزولتا بوسيبل. هذه التظاهرة البحرية جاءت بمثابة رسالة مطمئنة للقائمين على رياضة ركوب الموج في وطننا.